شايفاها يا أميمة؟ لا مش شايفاها. هي لسه مش هتدخل الصورة دلوقتي. دلوقتي هتدخل الصورة. هتدخل في الصورة. هي دلوقتي في الصورة. شفتيها؟ مركزة. هي لازم تجيب. تسيب البيت. حاسس بس ما تهزش على عبد الرحمن. هتيجي طيب كمان. عايز ايه؟ الواحد بعيد بعيد. الهجرة، الهجرة صامولي ده موضوع موضوع محزن بالنسبة لأي شاب بيتكلم فيه هنا في مصر. محزن لأن هو بيبص للهجرة على أساس إن هي فرصة إنه يعيش حياة أحسن من الواقع اللي هو عايش فيه هنا، حتى لو كان بيعيش الحياة دي في حلمه. فالحلم هنا في مصر بيكفيه، إذا تحقق الحلم ده فدي بتكون فرصة بتغير حياته. لكن لو ما تحققش هو بيفضل يلوم نفسه أو بيلوم الظروف اللي منعته من الهجرة. انت قلت لي المثل اللي هو بتاع The grass is always greener in the other side of the fence، ده مطبق في الوطن العربي كله. وانا الكبت السياسي اللي بيحصل، انت فاهم الكبت يعني ايه؟ ايوه. والملل ده شيء، ده عامل اساسي. والبحث عن مصدر رزق وايش افضل. هو بلد ايه؟ في بلد اسمها ايه؟ في ايه؟ منية المرشد. هو اسمه ايه؟ باسم. اولا، ما هي الضغوط والقيود اللي جعلته يسافر بره، يهرب او يدور على اي حاجه بره مصر؟ وثانيا، لو جات لك الفرصه انك ترجع هترجع؟ هرجع. بس انا ما اقدرش ارجع لوحدي يعني. ما الضغوط اللي خلتني اسافر هي نفس الضغوط اللي عندك يا باسم. لقيت احلامك هناك ولا؟ وانا اتمنى ان انا ارجع، بس انا دلوقتي ما اقدرش ارجع للاسف. اللي انا ما اقدرش ارجع. ترجع تدور عليها يعني؟ انا اتمنى ان انا ارجع. دي حاجه مش يعني الولاد ربنا يعني. دلوقتي هم في ابني الكبير في المدرسه والثانيه في الكندر جارتن، وما هي مش عايزه ترجع. وبعدين بالنسبة لمستقبلهم هنا أفضل. تلقيت أحلامك هناك ولا؟ تلقيت أحلامك هناك ولا لسه؟ إحنا دلوقتي في قصر الشمبرون، ده مكان جميل جدا في النمسا. والمكان ده بيفكرني بالحلم بتاعي اللي كنت بحلم ان انا اكون في الجنه. وده تقريبا شبه جنه يعني، جنينه وخضره وهدوء وجمال، طبيعه ونظافه. بس للاسف مش هي دي اوروبا اللي انا كنت اتمناها. اوروبا يا جماعه دي حاجه تانية خالص، غير دي. اوروبا تعب، حياة تعب. ثانية ما حاجة تانية خالص غير اللي كنت أتمنى.
Jesus.